بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أعرض فكرة ونظرة عن قطاع الزراعة. في البداية يتلاحظ لنا جميعا الاهتمام العالمي المتسارع نحو تنمية قطاع الزراعة، خاصة بعد المتغيرات التي أظهرتها جائحة كورونا، لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، ارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي، آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية. ولذلك نجد أن هناك ارتباط وثيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وبين تنمية قطاع الزراعة في اقتصاديات الدول. وفي إطار التحديات والمتغيرات العالمية وكذلك أطر وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد أطلقتم سيادتكم منذ 2014 وحتى الآن العديد من المبادرات التي استهدفت تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة. ومن بين القطاعات التي شملتها هذه المبادرات القطاع الزراعي، والذي شهد نهضة ودعم غير مسبوق من فخامتكم خلال السبع سنوات الماضية. استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، تقليل الفجوة الاستيرادية، توفير العديد من فرص العمل، وأيضا تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. لو نظرنا إلى قطاع الزراعة المصري من منظور الأرقام نجده يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، يحقق معدل نمو إيجابي 3.7%، يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، يساهم بحوالي 17% من الصادرات الزراعية المصرية، بلغت خلال العام الماضي 2020 5.2 مليون طن بحوالي 2.2 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصري. تبلغ مساحة الرقعة الزراعية حاليا حوالي 9.7 مليون فدان، في حين تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان بمعدل تكثيف زراعي يبلغ 1.8، كنتيجة لاهتمام سيادتكم أيضا بمحور التوسع الرأسي. ويظهر الشكل المعروض الوضع الراهن للتراكيب المحصولية للمساحة المنزرعة، كما يوضح الشكل التالي العلاقة بين التركيب المحصولي والتوزيع النسبي وفقا للمساحة والعائد الاقتصادي. ويتضح من الشكل أن مثلا محاصيل الحبوب تمثل حوالي 58% من المساحة المحصولية، لكنها لم تحقق سوى 33% من العائد الاقتصادي، بينما البساتين مثلا تحتل نسبة 11% من المساحة المحصولية، لكنها تحقق عائد بنسبة أعلى تصل إلى 32%. أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الوقت الراهن: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، النمو السكاني المتزايد، التغيرات المناخية. بالنسبة لمحدودية المياه، فنظرت تعتبر من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر. وعلى ذلك فقد بذلت الدولة المصرية جهودا مخلصة ومكلفة في سبيل مواجهة هذا التحدي، ومستمرة في ذلك من خلال توفير المياه من مصادر غير تقليدية، سواء من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية ملاهي البحر أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية كما عرض زميلي معالي وزير الري. أيضا المحور الآخر وهو تعظيم كفاءة استخدام المياه من خلال آليات ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع أو التطوير المسائي وتطوير المراوي. هناك آليات أخرى أيضا بخلاف تحديث منظومة الري، وهي اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة، وأيضا استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياج للمياه. وعلى صعيد التغيرات المناخية، فنظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر من أكثر القطاعات حساسية للتغيرات المناخية. معالي الوزير من فضلك رجع اللوحة اللي فاتت. أنا بس تعليقا على الكلام اللي أنا قلته في الأول، هنا عشان نقلل فواقد المية اللي بنعتبرها حاجة عزيزة جدا علينا، لأن حجم المية اللي بيجي لنا
مش كتير ومش هيتغير الا بان احنا يعني نحسن استخدام ما لدينا. نيجي نتكلم على الثلاث نقاط اللي في اليمين اللي احنا بنتحركين فيهم عشان تبقى ناس متصورة ليه رد فعلنا قوي وجريء. وبصراحة يعني لما بقول ان تبطين الترع اكتر من 50 مليار جنيه، مش كده برضو؟ طبعا. مش كده يا فندم؟ يعني البرنامج كله لو هنكمله للاخر 80. طيب الدكتور مصطفى بيقول لي لو احنا بصينا للثلاث بنود دول لوحدهم حوالي 140 مليار مش كده؟ طيب طب احنا بنعملهم ليه؟ طب ما الدوله كانت ماشيه بقى لها 20 30 سنه بنفس النظام اللي كان موجود قبل كده. طب احنا بنعمل بنصرف الانفاق الضخم ده ليه؟ الترع ما هي بقى لها 200 سنه كده مش كده؟ طب نبطنها ليه؟ وادفع 60 70 80 مليار جنيه في تبطين ال 20 30 الف كيلو من الترع. بعملها عشان الكلام اللي بيقوله معالي وزير الزراعه ان في شغال في القطاع ده عدد كبير جدا من سكان مصر، وكمان ده امن قومي لان هو في النهايه المحاصيل اللي بتنتج في مصر يا اما تكفينا يا اما نضطر نكمل من بره. نكمل من بره يبقى بنستورد، نستورد يبقى بالدولار، دولار يبقى عبء على مواردنا من الدولار. وكمان تشغيل، انا عندي ناس بتشتغل لما تعدى على ارض زراعيه او تبور مني الارض الزراعيه نتيجه نقص الميه. نقص الميه هنا مش لان الميه المقرره ليا هتقل، لا، ميتنا مفيش كلام فيها، لكن انا بتكلم ان احنا نحسن جوده وكفاءه النظم بتاعه الميه اللي موجوده عندنا او الري اللي موجوده عندنا. هنا بقى لما نيجي نتكلم على 80 مليار لتبطين الترع، هل الدوله هتاخد من المزارعين بشكل مباشر او غير مباشر الثمن ده؟ لا خالص، ده معمول عشان يحسن الناس اللي كانت بتقول الميه ما بتوصلناش، يا دوبك على اخر الترعه قبلها بكيلو ولا اتنين الميه جدنا فتره قليله جدا والارض الزراعيه ما بتشربش كويس وبالتالي انتاجها هيبقى ضعيف. طب ما هو لما يبقى انتاجها ضعيف يبقى الراجل ده او الاسره دي او اللي شغالين في الاراضي ديت هيخسروا مش كده؟ طب يبقى احنا بنعمل ده من اجل مصلحه الناس، مش مقبول بقى واحنا بنعمل ده. انا اتكلمت بس على التبطين. تطوير المسائي وتطوير المراوي، بالمناسبه انتوا هتسمعوا ارقام كبيره جدا في المشروع اللي احنا بنعمله هنا في سينا، بس هو مشاكله مش زي اللي موجوده في الاراضي اللي عليها ناس بتشتغل، لان احنا عايزين نعمل والناس بتشتغل من غير ما اوقف حلو. لكن لو انا ببطل ترعى انا 100 كيلو هعملها في لا وقت، لانها ما فيش حد محتاج من الترعه دي حاجه، لكن هناك ببطل في الوقت اللي ممكن ما يكونش فيه تاثير على استخدام الميه ديت للناس اللي بتزرع هناك. ارجع تاني، انا بقول الكلام ده هنا لنا ليه؟ سواء كان للتبطين او لنظم الري الحديثه، وعشان انتم تحطوا ايديكم معانا لانها مصلحه واحده، مصلحه وطن، مصلحه وطن، مصلحه بلد. احنا بنسعى للمصلحه دي ان احنا بلدنا تبقى تاخد مكان افضل من اللي هي كانت موجوده فيه، وبالتالي اي ممارسات سلبيه مش هتبقى مقبوله. واذا كانت مقبوله قبل كده او الناس كانت بتغض الطرف عليها قبل كده، انا ما بعرفش اعمل كده، ما بعرفش اطنش. لو كنت بعرف اطنش كنت طنشت 2011 و12 و13 وسبت البلد دي للمجهول. وبقول كده لكل مسؤول في مصر وكل محافظ وكل مدير امن وكل مسؤول في مصر، لو سمحت ما تسكتش على الغلط، ما تسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي مش عشان حد تاني. انا مفيش بيني وبين حد خصومة، انا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة، انا عندي كده. واي حد تاني برضو بقول عشان تبقى الناس واضحة،
يقول لك انت ليه بتحط نفسك في المجالات دي، ما تسيبهم هم. وزير الري يقول، وزير الزراعه يقول، طب حتى كمان من دوله الرئيس، وانت خليك جميل، خليك حلو يعني، مش كده؟ لا، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. البلاد ما بتجيش بالدلع، البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبه، البلاد بتيجي بالجديه والعمل والانضباط والالتزام. ولازم كلنا يبقى مقتنعين بكده، حتى لو احنا بنمارس حاجات خطا نبقى عارف ان انا بعمل ده غلط وهتحاسب عليه. انا حبيت ابدا الكلام ده في هنا مع السيد وزير الزراعه بيتكلم على ان احنا كنا عندنا اراضي زراعيه قد كده وزادت بتبقى قد كده ولسه هتزيد، بس هتزيد من خلال استخدامنا الجيد للميه. محطة المعالجة اللي احنا بنفتتحها دي تقريبا لو قلنا يعني هتوصل لحوالي 2 مليار متر مية. كانوا بيروحوا فين؟ في البحر، كانوا بيروحوا في المنزلة وفي البحر المتوسط. اتعمل البرنامج ده كله، هتسمعوا الارقام، عشان يخش هنا ويروي 500 الف فدان. يبقى الممارسات دي ونفس الكلام في الدلتا الجديدة، ممكن يبقى 6 و7 أو 7 مليون متر هناك، يعني برضه حوالي 2 مليار كمان، يعني 4 مليار متر مية. أكنه زودناهم وخليناهم لأرض زراعية، فمش مقبول لا حد يتعدى على جسور ولا يبني على أراضي زراعية. وبالمناسبة المفروض إن احنا ما ننساش الكلام ده، لكون إن هي كانت هوجة الدولة عملتها خلال 3-4 سنين اللي فاتوا وخلاص بقى. أنا بقول كده للسادة المحافظين وللتنمية المحلية وللحكومة ولنفسي وللمواطن، هوجة البنى على الأرض تاني ما بقاش احنا هتشوفوا الأرقام اللي احنا بنعملها عشان نزرع 500 ألف فدان بنتكلف قد إيه وأنت تبني على الأرض بتاعتك بعد كل اللي احنا بنقوله ده. كلام أنتوا بتهدوا بلدكم والله 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 والله. هذا السلوك وهذا المسار هدم لقدرة الدولة. مفيش حد بيعمل كده في بلده، مفيش حد يجي على منشآت ري الناس بتشرب منها وبتزرع منها ويروح يتعدى عليها كده وبتاع. الكلام ده مش هيبأكد عليه تاني، لا 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 لا. 6 شهور وكل حتة زي ما كانت من 30 سنة، مش 2000، قبل 2011 يا دكتور محمد، لا لا لا، من 30 سنة كانت النظم الري دي موجودة ازاي؟ الجسور دي موجودة ازاي؟ هتتشال. هتتشال كل حاجة غلط فيك يا مصر طول ما أنا موجود في مكاني ده. شكرا. وعلى صعيد التغيرات المناخية، فنظرا لأن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات حساسية للتغيرات المناخية، لذلك فإن أي تغير في الظروف المناخية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع، حيث تؤدي إلى التأثير على متوسط الإنتاجية المحاصيل وجودتها، أيضا التأثير على معدلات استهلاك المياه مع زيادة معدلات البخر والنتح وارتفاع ملوحة التربة خاصة في المناطق الساحلية وزيادة معدلات التصحر وتدهور الأراضي. ولذلك كانت توجيهات فخامتكم للحكومة المصرية للانتباه لهذا الأمر، ومن ثم فقد تم تشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزارات المعنية بالإضافة لكل الجهات ذات الصلة لدراسة الآثار المترتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف والتخفيف من تلك الآثار. أما بالنسبة لتحدي الزيادة السكانية فلا شك أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية بنسب لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى التأثير بأشكال مختلفة على محاور التنمية، ولكن يظهر أثره بشكل مباشر على القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى تناقص مساهمة قطاع الإنتاج قطاع الزراعة في الناتج المحلي، أيضا يؤدي إلى تفتيت الرقعة الزراعية، وجود فجوة غذائية خاصة في السلع الاستراتيجية، نقص الصادرات وارتفاع الواردات، أيضا محدودية المواد الخام اللازمة للصناعة، بالإضافة إلى انتشار البطالة خاصة في الريف
مع نقص نصيب الفرد من المساحة المحصولية. والشكل المعروض أمام سيادتك بيوضح العلاقة ما بين عدد السكان ومساحة الأرض الزراعية في عام 2020 مقارنة بالوضع في عام 1850. ولذلك لابد من الانتباه إلى أهمية ضبط معدلات الزيادة السكانية لتتوافق مع معدلات التنمية الاقتصادية، حتى يلمس المواطن ويشعر بنتائج ما يتم من جهد خارق نحو التنمية الاقتصادية. فخامة السيد الرئيس، لقد قامت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية بجهود كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية، مما أدى إلى زيادة مساحتها إلى أن وصلت إلى 9.7 مليون فدان حالياً رغم التحديات الكثيرة. وبالإضافة إلى ما تم، نجد أن هناك مشروعات كبيرة عملاقة يتم تنفيذها حالياً في هذا الاتجاه، ومن أهمها مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مشروع الدلتا الجديدة العملاق، مشروع تنمية جنوب الوادي توشكا، مشروع الريف المصري الجديد. زي ما سيادتك قلت إن دوافع التوسع الأفقي في الزراعة متعددة. أولاً تؤدي إلى تعظيم المساحة الزراعية والمحصولية، رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي النسبي، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، توفير فرص عمل كثيرة. أما بالنسبة لأنماط الزراعة في الأراضي المستصلحة الجديدة فإنها تتميز باستخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، أيضاً تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأيضاً تلافي ظاهرة التفتت الحيازي. فخامة الرئيس، لا شك أن مسألة التوسع الأفقي تمر بالعديد من المراحل والإجراءات التي تستغرق وقت وجهد وتكاليف كبيرة، والشكل اللي معروض ده بيوضح كل الإجراءات اللي بتتم في اكتشاف الأراضي الصالحة للزراعة وإجراء الحصر التصنيفي وتحديد مسارات المياه ومصادر المياه، وخطوات كثيرة جدا وتكاليف باهظة في سبيل تحديد الأراضي القابلة للزراعة. نعرض مشروع تنمية شمال ووسط سيناء. من أهم دوافع التنمية الزراعية في سيناء هو البعد الاستراتيجي، أيضا ربط سيناء بمناطق الدلتا، دعم استراتيجي للأمن الغذائي، أيضا الهدف الرئيسي دمج أبناء سيناء في تجمعات جديدة تقوم على الزراعة. وتوضح الخريطة المعروضة أمام سيادتك أهم مناطق التوسع الأفقي في شمال ووسط سيناء المشروع المسمى ب 456 ألف فدان. سيادة الرئيس، ونحن الآن بصدد افتتاح محطة مصرف بحر البقر كأكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بطاقة تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يومي، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة في شمال ووسط سيناء لتصل إجمالي المنزرعة والمساحة المنزرعة والجاري تنفيذها بصفة عامة في شبه جزيرة سيناء إلى 675 ألف فدان. لو شفنا الشكل المعروض نجد أن المساحات التي ستكون محل للري بالمياه المنقولة من صحارة مصرف بحر البقر وترعة شيخ جابر تصل إلى 476 ألف فدان، منها 128 ألف فدان مزروعة و 348 ألف فدان جاري استصلاح، بخلاف المساحات التي تم سبق استزراعها على مياه محطة المحسمة والبالغ مساحتها 75 ألف فدان، وهناك مساحة جاري استزراعها 42 ألف فدان، بما يعني أن إجمالي المساحات في شمال ووسط سيناء تصل إلى ما يقرب من 600 ألف فدان. لو أضفنا إليهم ال 82 ألف فدان اللي بترمى على المياه الجوفية في مناطق متفرقة من شبه جزيرة سيناء، يعني عندنا كده 675 ألف فدان أرض زراعية في جزيرة شبه سيناء. أما بالنسبة لمشروع الدلتا العملاق فتبلغ مساحة هذا المشروع حوالي 2.2 مليون فدان، تستهدف المرحلة الحالية زراعة 1 مليون فدان اعتماداً على كمية المياه التي يمكن توفيرها. هذا المشروع يتميز بأنه قريب من محافظات وسط وغرب الدلتا، يقع على محور رود الفرج الضبعة كشريان جديد يخدم التنمية في الصحراء الغربية، أيضاً توفر شبكات طرق تربطه بالكثير من المواني البحرية أو البرية والجوية، البداية الناجحة لمشروع مستقبل مصر ضمن نطاق أراضي المشروع، تطبيق نظم الري الحديثة والزراعات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أيضا وجود المشروع في منطقة واحدة
يسمح بالتوسع في الأنشطة المرتبطة التنموية، ومنها مشروعات الإنتاج الحيواني، الداجيني، الزراعات المحمية، التصنيع الزراعي، ثلاجات للحفظ والتبريد والتجميد، محطات فرز وتعبئة منتجات زراعية، صوامع للتخزين، محطات لإنتاج التقاوي، وغيرها من الأنشطة خاصة التصنيع الزراعي. أما بالنسبة لمشروع تنمية جنوب الوادي، فتبلغ مساحة المشروع 1.1 مليون فدان، تعتمد على مياه أفرع محطة رفع توشكا والمياه الجوفية، ويستهدف هذا المشروع دعم الأمن الغذائي أيضا، مع دعم البعد الاستراتيجي الجنوبي لمصر وزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 1 مليون فدان في جنوب الوادي، والمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد وخلق مجتمعات زراعية تنموية. هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد الذي يستهدف استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان في مناطق متفرقة معظمها في جنوب الصعيد والمناطق الحدودية. ولذلك نستطيع القول بأن الدولة المصرية قادرة وبكل قوة على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم، حيث أصبح لدينا بعض المخرجات المبشرة لمجموعة من المحاصيل والسلع التي تحقق منها اكتفاء ذاتي، مع وجود فائض للتصدير ومجموعة أخرى قاربت بنسبة كبيرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أيضا، بينما انحصرت الفجوات الغذائية في سلع محددة والتي يمكن تغطيتها باكتمال كل محاور تنمية القطاع الزراعي مع اتباع نظم غذائية صحية ومستدامة. والوضع الحالي يوضح شكل هذه المحاصيل التي تحقق منها الاكتفاء الذاتي مع فائض للتصدير، ومحاصيل سلع أخرى قاربت على الاكتفاء الذاتي ومحاصيل بها فجوة. إن شاء الله مع دخول هذه المشروعات وغيرها سوف يتحقق هذا الهدف من الأمن الغذائي. وقبل أن أختتم كلمتي، اسمحوا لي أن أشير إلى رأي بعض المؤسسات الدولية في القطاع الزراعي المصري الصادر في عام 2021، والتي أشادت جميعها بالدعم والتطور الكبير في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مؤسسة فيتش، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، فخامة السيد الرئيس. وختاماً، يمكن القول بأنه خلال 7 سنوات الماضية تحقق الكثير من الحلم نحو إحداث قفزة تنموية شاملة لمصر الغالية، تعززها المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات بجودة ومعدلات إنجاز غير مسبوقة على طريق تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام. وإن شاء الله مع التواصل في العمل والجهود المخلصة وإدارتكم الحكيمة سيعم الرخاء في كل ربوع الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سيادتكم. ونحن على بعد أيام قليلة